مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم معنا انبوكسنج لأربع بوكسات، ثلاثة كبير وواحد صغير. خلينا نبدأ فيهم واحد واحد. كمل كمل كمل. يلا، عنا هون عنا في اثنين اشياء هون. هذا اللايت، بديهم اياه. دول لايتس، LED لايتس. LED لايتس زينة يعني. وهون عنا كمان 12,000 ميجا بايت Wi-Fi extension, range extender. يعني هذا بعمل الWi-Fi أحسن بال basement والشغلات هاي. هذا Wi-Fi extender ساعدنا عشان نحصل على Wi-Fi أحسن. طبعاً إحنا زي ما بنفتح قدامكم بتشوفوا أنتم، عبارة عن المهم مش عارف كيف نفتح هذا. يمكن من هون طريقة فتحه غريبة. هذا لازم تقصه. اوكي، خربناها. يلا مش مشكلة. اوكي، هذا هو، هذا هو يا جماعه، هذا هو الجهاز. شايفينه؟ جهاز بسيط جميل، راح نجربه ونحكي لكم شو فكرتنا فيه. اوكي، يلا اللي بعده. هون ديفورمبل لامب كمان وحده. اوكي، شفنا هذا بالفيديو الثاني. هذا لامب جراج، بس عملها حط زي نورمال لامب وعندها LED. افتحها خلينا نشوف. اوكي، هاي هي. واو، شكلها هاي. واو، لازم نجربها ونحكي لكم شو رأينا فيها. بتحركوا هاي، بعرف فيها موشن ديتكتورز. هنجربها ونحكي لكم ونعطيكم رأينا كامل. ومعطينا هدية. شو هالهدية؟ لا مو هدية. هذا هدية. I think it's هدية. نو، هذا هذه لللايتس. لايتس، هاي نجرب. طيب اللي بعده، اللي بعده. انا شاري اثنين من هدول، بس مش عارف ليش واحد بس وصلت. يلا نشوف. هون عنا كنترولر من النينتندو. واو، واخيرا وصل. واو، افتحها نشوف. هون الكيبل عشان الشارج،
وهون السنسور. How is it? It feels very nice actually. Wireless, هاي؟ Wireless. وهون البطن. كلكم بتعرفوا هذا الهوز اللي هو هذا 100 فيت طلبناه عشان نشتغل عليه، شغلة بسيطة يعني. وطلبنا اير واكس بتنظف ال الاير واكس، عبارة عن جهاز هيك ببطارية ننظف الاير واكس من جوا. ادم بصير عنده احيانا اير واكس، فحنجربه وحنحكي لكم برضه شو راينا فيه. اخر شيء مقص كبير. اوكي. اوه هون كمان وحدة. وكمان وحدة. اوكي. عندنا كمان وحدة هذا اللايت. تمام، بس هم انا طالب تنتين ديفرنت، هذول اجوا زي بعض. صح؟ غريبة. هون عندنا كمان سمارت ال اي دي ستريب. اوكي، حنشوف. ثلاثة منهم. اوكي، هذه ال اي دي ستريبس بتعرفوها. Yeah. طيب، خلينا نشوف ال هاي ما فيش فيها جيفت. هذيك فيها جيفت وهاي ما فيش فيها. anyway، فهاي الشغلات اللي جتنا اليوم حبينا بس نورجيكم اياها، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها. تابعونا على القناه ونراكم لايك كومنت وسبسكرايب. نراكم في الحلقات القادمه. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.